دونك زروال حاتيم خازن عمالة فاس، تنعتبر على ان هذا العمليه ديال الانفتاح اللي كتقوم بها الخزينه الجهويه ممثله في المصالح الخارجيه اللي كينتميو لها اللي هي الخزينه العماله والقبضات التابعه لهم، هو واحد العمليه اللي من اجل اننا المحيط ديالنا وكذلك المحيط ديال المؤسسات التعليميه يكونوا على درايه بالاداره العموميه اللي هي واحد المرفق اللي كنولجوا له على مدار يعني الاسبوع، على مدار السنه وعلى مدار الشهر لمجموعه من المآرب واللي كنقضيوها داخل هذه الاداره. وبالتالي اذا هذا الجميع سواء كان طالب فهو بحاجه يعني سواء هذا التلاميذ اللي كنستقبلوا اليوم اللي هما ديال المستوى ديال السنه البكالوريا الثانيه بكالوريا في حاله النجاح ديالهم مطالبين في التسجيل على انهم كيؤديوا مثلا واحد الرسوم ديال واحد المدرسه اللي يتسجلوا فيها. هذه العمليه كتتم داخل مصالح الخزينه الاقليميه، وكذلك الضرائب التي تؤدى على مدار السنه بكل الانواع ديالها سواء كانت ضرائب او رسوم هي تؤدى داخل مصالح الخزينه. وبالتالي هاد التلاميذ اللي هما اجيال اللي غادي تشكل مستقبلا اما موظفين اما مرتفقين، فكذلك خاصهم يعرفوا على ان هذه الاداره هذه ماشي هي ديك الشيء الذي نجهل عنه كثير. دونك خاصنا راه مرفق اللي غادي نولجوا له عده مرات، دونك خاصهم يعرفوا على اننا مصلحه من المصالح ديال الدوله اللي كتادي واحد الخدمه، وهذه الخدمه هذه مفتوحه على جميع المستويات لان التدخل ديال الخزينه العامه كينجالي في ثلاثه ديال المجالات، خصوصا الضرائب، استخلاص ديال الضرائب وديال الرسوم، الاداء ديال النفقات، ثالثا عندنا واحد الخدمه ديال البنكيه على اننا كذلك كنفتحوا لجميع الناس الراغبين واحد الحساب بنكي اما حساب جاري واما ودائع لاجال، وكذلك عندنا الانتاج ديال المعلومه الماليه والمحاسباتيه اللي هي صلب القرار سواء كان قرار اقتصادي سياسي او مالي. اذا هذا كيندرج هذا طبعا هذا الانفتاح هذا في اطار على اننا نكونوا كنبسطوا بشكل يعني عملي شنو هما مجالات التدخل ديال الخزينه العامه للمملكه. مش كتكون بشكل عشوائي مثلا ما كاينش شراكه مع بعض المؤسسات، المؤسسه اللي بغات تجي التلاميذ ديالها؟ لا طبعا كل عمل باش يكون عاطي واحد الاكل وباش غادي يكون عنده واحد الصبغه ويكون عنده واحد النتيجه المرجوه كيخصو يكون ياتي في اطار يعني مؤطر ومهيئ له. طبعا ماشي في اطار شراكات، هما في اتصالات كتم بين مصالح الاكاديميه وما بين مصالح الخزينه الجهويه اللي على اساسها كيتسطر واحد البرنامج ديال هاد الزيارات اللي كيقوموا بها هاد العدد ديال التلاميذ اللي كيكون واحد العدد طبعا كيمكننا نستجبوا له كذلك لان الفضاء ديالنا كيسمح بهاد الولوج هذا. والانتقاء تيتم طبعا عبر الاكاديميه اللي هي كتنتقي ديك المجموعه ديال التلاميذ اللي تيقوموا بهاد الزياره. اذا العمل كيكون عبر واحد القنوات ديال التواصل، واحد القنوات ديال التاطير باش يعطينا واحد النتيجه المرجوه.